بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم كما ترون هذه هي الوقفة الرابعة بالنسبة للوقفات التي قمنا بها منذ تأسيس جمعيتنا، وذلك بطبيعة الحال من أجل مطالبنا العادلة. نحن كما ترون لا نطالب لا بزيادة ولا بأي شيء، وإنما نطالب كعادتنا بحقوقنا المبتورة. لدينا حقوق، وكذلك نحارب الفساد الذي يجري داخل الإدارة. فحتى أعطيك مثالا عن هذا اليوم بالضبط لماذا اختير لأن هناك جمع عام للتعاضدية، وبالتالي هذا الحضور لن يكون له مقام أكيد، لأنه لا يتوفر على جدول الأعمال ب15 يوما قبل حدوث هذا اللقاء. وزد على ذلك التوقيعات التي سبق أن وقعوا على العديد من الميزانيات، وهم لم يمثلوا العمال إلا في 2021، يعني بعد الانتخابات بطبيعة الحال، وللأسف الشديد وقعوا على سنوات ما قبل ميزانية 2013 14 15 16. كذلك هناك مشكل عويص فيما يتعلق بفلس الأرملة، وهناك أمور كثيرة يمكن نقاشها، كل نقطة على حدة، فكل نقطة لا بد أن تتطلب وقتا. للأسف الشديد هؤلاء الناس لم يعرفوا أن هناك يعني ما يشرف الإدارات التي تحل المشاكل، خصوصا بالنسبة للمتقاعدين، إلا أن هذه الإدارة ليست لها إرادة، وهي متعنتة جدا، ولا تحب الخير لطبقتها الشغيلة للأسف الشديد. رسالتنا هو حل المشاكل، نحن لا نطالب بزيادة أو شيء، فقط نحن في أمس الحاجة إلى حقوقنا. لازلنا ننتظر منهم أن يفتحوا الباب من جديد بعد أن فتحوه لمحطتين للحوار، ولكن كانوا يريدون أن يعرفوا هل لدينا ما يفيد أم لا. ولكن لما وجدوا أننا في المستوى يعني دخلوا جحورهم فلم يخرجوا إلى حد الساعة. أنا غادي نحدد معك الأمور بسرعة. الصندوق الأول التقاعد اللي كان داخلي كان مزيان، كان الناس يخرجوا بخير وعلى خير. من 2002 الآن شي حوايج ما بقيناش خديناها. حنا ما تنطالبوش هاد الناس المسؤولين باش يعطونا الزيادة، بغينا حنا غير هذاك التقاعد المبطور يرجع إلى نصابيه. هذا كله ما في العمل صفر. دابا انا من سميتو كنا تندخل في لاكاس انتر، ومن لاكاس انتر فوتونا الاركار في 2002، وحنا حصلنا من 2002 حتى حصلنا في 2013. يعني حنا ناس مخضرمون واخدين من لاكاس انتر واخدين من الاركار. حنا نورمالمون خصنا اللي تنطلبوهم ما يعطوناش زياده، يعطيونا غير الحقوق ديالنا. حولتيني من دار لدار، حولني بحوايجي كاملة، هذا الشيء هو اللي مطلوب. إن شاء الله غتعطي بإذن الله، غتعطي بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله كاين تحركات وتفاؤلات، غادي يكون خير إن شاء الله بإذن الله. شحال تما كدير هذه الوقفة احتجاجية؟ الوقفة الاحتجاجية راها تقريبا ما نعطيتش بالضبط ما إكزاكت، ولكن هي راه فايته 5 6 7 8 سود غادي الوقفه تتجي، وكانوا لقاءات مع ناس مسؤولين، ولكن باقي الامور غادي. ما كاين حتى شي مبرر. حنا دابا تنطالبوا بالتقاعد اللي خصو يكون، هو انه هذاك الشيء اللي دوسونا بالاركار خصهم تعطونا اللي كان الصندوق الداخلي، ما كنطلبوش منكم زياده. عطونا خويا غير هذاك الشيء اللي كان عندنا اوبارافون، عطونا في الاركا سيتو. اي ريحوا معنا الناس مسؤولين، مثلا على سبيل المثال صحابي لو سي بي الله يجزيهم بخير. علاش دوك الناس دابا تياخذوا ماشي 100% وربما الصوم شي حاجه؟ علاش هذوك علاش حنا؟ رغم انه نفس السيستم نفس القطاع، ماشي نفس القطاع، هذوك اوفيس ولا اوفيس، وتمام مضربه هوك مضربه هوك. حنا باش ندير الكونكليزيون هي الى شي، حنا هاد الناس ما تنطلبوش يعطونا الزياده،
يعطونا غير هذاك التقاعد المطور يصلحوه صافي. اللي مقطوع ليا دابا راه انا شوف اللي مقطوع ليا دابا اللي محسوب انا كنت عندي نورمالمون ال اوبليكاتوارمون لوجي لا ال ماجوراسيون فون 6 بوان 2 بوان ودمي مشات تاع 2 بوان كنا في الاركار دابا نورمالمون ربما كناخذهم من الاركار يلاه شي 40 ولا 50% فين هو الوريست فين هو الوريست هادشي هنا راه مظلومين والله ديال الناس عطونا حقنا ما يتقدناش اسيدي كل واحد شنو بقى لي داكشي هزيل هزيل 300 الف فرانك هزيل 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 يعني مع غلاء المعيشه ما غلاء المعيشه الناس مكرفسين والناس كاين اللي ما عيدوش في هذا العيد راه لا مشوره ما عيداتش كاين الناس راه مشرده في الشوارع هادشي راه ماشي معقول الله يدير الناس يشوفهم انا هاد السكه وهاد الشيء كل شيء هاد كتبغيو راه بنينا على الدور ديالنا وداس على دورنا اترون سيزون دو سيرفيس وفي الاخر نخرجوا خارج الوفاد لا عطونا رزقنا هادشي اللي كاين الله يجزيك بخير لا تعنت الاداره اللي عطيناها دم جوفنا والناس قدام منا عطاهم دم جوفهم وبدم هذوك الناس باش المحطه تنقاو القطارات تنقاو ولكن البديل ما كاينش وتصور ارمله ما خدش 6000 ريال 10000 ريال يعني في هذا الوقت في هذا الوقت هذا وين جانب انساني بعد 6000 ريال ما تعطيهاش هو من جانب انساني ما تعطيهاش صدقه بالنسبه للاداره بينما ما عطي الموازين زبد فلوس 720 مليون ما عرفتش عطي ولا 270 مليون راه الحماق هذا الحماق هذا لهذا هاد الناس هادو خصهم يفيقوا خصهم يفيقوا والنقطه اللي داكشي اللي غادي يعطيو لعباد الله يعطيو لهاد الناس اللي فناو حياتهم في اصلاح الاداره بدون مقابل بدون مقابل انا 35 عام القطاعات كلها المسائل ديال الدوله كلها كتقطع الضريبه التغطيه الصحيه التقاعد كلشي كيتقطع كلشي كيتقطع عرفت انا بعض الاخوان قالوا بانك كيفاش قطعت عليهم التقاعد؟ مازال كيقتضوا مازال كيقتضوا المبررات ما خويا ما كيعطيو لنا حتى الوراق باش نعرفوا واش قطعوا يعطيونا مبررات شنو هي نورمالمون خصهم يصيفطوا لنا البلتان دو بي ديال الاركار باش نعرفوا القطاعات ونعرفوا المبررات ديالها حنا ما عرفناش كيقطعوا لنا ما دايرين يمدوهم في جيبنا وكيجبدوا وحنا راه غادي نفاد النسق غادي نفاد النسق ولكن بدون جواب بدون جواب نعم الله يصوب ولكن دولة حق القانون خصها تهلف الناس اللي فناو دمهم وفناو سمعتي حياتهم حنا كنا ديما ضايعين في الخلاوات ديما ضايعين في الخلاوات 35 عام بالليل وبالنهار ولادنا كنخليهم والله الا كنخليهم وفي الاخر البديل بنادم كيخرج خصو يرتاح وتنط العظام ودير فقيه بيضاء وقابل الجامع حنايا هنا كان الاحتجاجات ماشي عيب وعرضة والسعوديه دايره مركب كبير للمتقاعدين بالطبيب باللابيسينات مسائل كثيره حنا اش دايرين المخير راه كتلقى شاد عكاز وشاد هذا حنا نيت انا عندي امراض مزمنه ها السكر ها الطونسيون ها الراس الكريز دي بيليبسي لي زارتروس وكتزيد راه كتزيد مشاكل العمل عرفتي مشاكل العمل السخاز ديال العمل اللي حنا كنا فيه راه مسائل شنو نقول لك الضغط 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 كثير وفي الاخر نبداو عباد يخرجوا للتقاعد ما كيعوضوهمش كلشي على ظهرك انت كنا حنا خمسه شادين المصلحه مشاو اربعه بقيتي انت بوحدك وموت انت يعني حتى الشباب ما بغاوش يدخلوا يخدموا وراه دابا هذه الطامه الكبرى فرنسا واسبانيا بغا يتبعوها فرنسا واسبانيا دايره 67 عام والمانيا دايره 67 عام علاش ما عندهمش البديل ما عندهمش الشباب حنا عندنا الشباب العاطلين ومؤهلين مؤهلين خرج التقاعد على 50 عام ودخل لي عباد الله خويا علاش اخويا تخلي الشوماج في البلاد علاش كتساهم في هذه الطامه الكبرى هذه راه ماشي تنسيق ماشي سياسه صراحه نعم وماشي تضليل تضليل بمعنى الكلمه لان عندنا ناس مؤهلين انهم يشدوا وظائف ويخدموا ويعطيوا للبلاد ويخدموا للبلاد كما حنا خدمنا دونك لا روليف ما بغاوش يسلموا لا روليف مش على الشباب
والله يصور. أيها الحضور الكريم، أيها المناظرون الشرفاء الذين أبوا إلا أن يكونوا مع زملائهم ورفاقهم حتى يستطيعون النضال ومواصلة النضال من أجل الوصول إلى الحقوق المهضومة. أهلا وسهلا بكم، ولن ننسى أبدا أن نقول أن هذه الإدارة متحجرة متزمتة لا أساس لها من صحة واقعية والعقلانية. إن في هاتان النقطتان ليكمن سر مهم، إذ هو أن تكون عقلاني وواقعي، ولو مع مغربك فهناك من يوجهك سيدي المدير، وهناك من يعطيك توجيهات ولم تقم بها. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.